نظمت في واقع الأمة وفي أحوال الأمة، ويتوخى منها أن يكون فيها نوع من الدعم والتشجيع وبث روح القوة في الأمة، وأن تستيقظ من يقظة. إحنا هنستسمحك جزء منها، تفضل. طيب. متى تغضب؟ أعيرونا مدافعكم بيوم لا مدامعكم، أعيرونا ولا تذروا مواقعكم. بني الإسلام، ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم. إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم. يشك صراخنا الآفاق من وجع، فأين ترى مسامعكم؟ ألسنا إخوة في الدين؟ قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ لنا نسب بكم والله، فوق حدود هذه الأرض يرفعنا، وإن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا. معاذ الله، إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا. ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أعيرونا مدافعكم، ورأينا الدمع لا يشفي لنا صدرا ولا يبري لنا جرحا. أعيرونا رصاصا يخرق الأجسام، لا نحتاج لا رزا ولا قمحا. تعيش خيامنا الأيام، لا تقتات إلا الخبز والملح، فليس الجوع يرهبنا. ألا مرحى له مرحى، بكف من عتيق التمر ندفعه ونكبح شره كبحا. أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم، نمكت ذلك النصح. أعيرونا ولو شبرا نمر عليه للأقصى، أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن نمحى؟ أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا، سئمنا الشجب والردحى. أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب. إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ وتجلس كالدمى الخرساء، بطنك تملأ المكتب، تبيت تقدس الأرقام كالأصنام، فوق ملفها تنكب. رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب. إذا لم يحيي فيك الثأر ما نلقى، فلا تتعب
فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبا، فعش أرنب ومت أرنب. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذل؟ ألم يخجلك ما تجنيه في مستنقع الحل، وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالهول، وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ أشكرك جدا، يعني ما شاء الله. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عبد الغني التميمي، بشكر حضرتك على يعني من شرفنا بلقائك، وبشكرك على القصيدة العظيمة. بارك الله فيك. بشكرك جدا.